عايزين حضرتك تكلمنا عن المؤثرات الخارجية. يعني احنا النهاردة او في البداية تكلمنا عن الامراض المزمنة او الامراض اللي ممكن تكون عند الست او السيدة الحامل بتؤدي لوصول حملها لحمل حرج. طب ايه هي المؤثرات الخارجية اللي ممكن تكون السيدة حامل حمل طبيعي وما فيش اي مشكلة وفجأة بتحول حملها لحمل حرج؟ هي ممكن الست نفسها تدخل نفسها في المشكلة دي لو هي مثلا مدخنة. التدخين ده مؤثر خارجي، ده مش مرض، لكن الحامل اللي بتدخن دي بتعمل مشاكل للحمل وبتخلي الجنين ما يكبرش بشكل كويس. تمام. وممكن ضغطها يرتفع أثناء الحمل بسبب التدخين، بسبب التدخين أو بسبب مثلا تعاطي الكحوليات. في ناس بتشرب كحوليات أثناء الحمل. كحوليات برضو يا دكتور بتعلي الضغط أو مدمنة كحوليات دي بتعمل مشاكل كبيرة وبتعمل تشوهات للجنين. فتدخلنا في حمل حرج من غير ما احنا تكون يعني هي يعني انت ما عندكيش مرض، انت بتمارسي عادات او في ملوثات خارجية جاية عاملة مشكلة في الحمل. طب معلش يا دكتور، لو في اوريدي ام مدخنة او ام بتشرب مثلا كحول او اي حاجة قبل الحمل مثلا، ينفع او اول ما تعرف انها حامل توقف كل المؤثرات الخارجية دي يبقى الحمل طبيعي، ولا بيسيب اثر برضو لمدى فترة الحمل؟ احنا بنمنعهم من الحاجات دي بس هل هم كلهم بيلتزموا؟ لا، في حالة الالتزام، يعني احنا بنتكلم في حالة الالتزام. لو وقفت القصة دي مع بداية الحمل خلاص يبقى هنكمل حمل عادي ان شاء الله. ان شاء الله. مشكلة ان هي الناس بتبقى وصلت لمرحلة ان هي مش قادرة تبطل. فده اللي بيدخلنا في مشاكل مع الحمل ده.